الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بإخواني وأخواتي. موضوعنا اليوم هو موضوع يحتاجه كل واحد منا، هو عبارة على تجديد، ريفريش، صفحة جديدة. اللي هي شنية؟ صفحة جديدة مع الله، توبة جديدة ومحاسبة جديدة للنفس. التوبة يا أحبابي كلمة ربما تظهر الإنسان كلمة كبيرة باش نتوب، لا، هي خذها بكل بساطة إنه التوبة هذه عبارة على شركة عملت انفونتير وشوف روحها ربحة ولا خاسرة. ولله المثل الأعلى. أنت علاقتك مع ربي سبحانه تحتاج المتابعة وتحتاج المحاسبة وتحتاج التجديد، لكن عندك ثلاثة شروط. شوف روحك يا هل ترى الشروط هذه موجودة عندك وإلا لا. أول حاجة الندم، تندم على كل حاجة عملتها، على كل حاجة تحس أني ما ترضيش ربي سبحانه، اندم عليها وما تكونش فخور بها، ما تكونش يعني كأنك داس صدرك وفرحان، والله البارحة عملت كذا وكذا. إذا كان ربي سترك فأنت استر على روحك، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت يستره ربه فيصبح ويهتك ستر الله عليه. إذا كان ربي سترك خاطر ينتظر أنك تعاود ترجع له، وعاود ترجع له وتعاود تستغفر وتعاود صفحة جديدة. إذن أول حاجة هي الندم. ثاني حاجة الإقلاع عن الذنب. كنت تعمل في حاجة ما هيش باهية، ما تستقيمش، أقلع عليها وانساها وحط حد بينك وبين المعصية هذه، الإقلاع عن الذنب. أما الشرط الثالث وهو ربما الأهم، العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. اعزم يا أخويا ويا أختي إنك الحاجة اللي كنت تعمل فيها هذه والذنب اللي كنت تعمل فيه والفتنة اللي كنت واقع فيها، اعزم إنك ما عادش ترجع لها. يا ربي هذه آخر مرة، يا ربي أنا عازم وعاوني يا ربي. اطرح قلبك بصدق وقل له يا ربي جيتك تائب عائد آوب ليك، عاوني يا ربي، ساعدني يا ربي إني تكون هذه آخر عهدي بالمعصية هذه. يا ربي نسألك أن تيسر لنا التوبة يا كريم، وأن توفقنا يا رحيم أن نرجع إليك، وأنت راض عنا، وقد طرحنا قلوبنا بذل وانكسار بين يديك، فلا تردها خائبة يا رب العالمين، وثبتنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين. هذا وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. Taïzekra kanan ni majdraj koko.